تجربه ليستر سيتي الحقيقه من التجارب المهمه جدا والملهمه جدا الحقيقه. الفريق مش بس كان صاحب بصمه في اول ظهور ليه في البريمير ليج من اكتر من موسم وقدر يحقق اللقب، لكن الحقيقه قدر يحط نفسه ويفرض اسمه دايما بين الكبار. جاي برينستون مدير الاعارات او المسؤول عن الاعارات في نادي ليستر سيتي هيكون معانا في سادسه ضيف علينا من خلال فيديو كونفرنس. طبعا بدايه اهلا بيك على شاشه النادي الاهلي، وبدايه خليني اقول لك كل سنه بما اني شايف شجره اعياد الميلاد وفي ظهرك لازم اقول لك كل سنه وانت طيب بمناسبه اعياد الميلاد. من الرائع حسنا، شكرا جزيلا، من الرائع ان اكون معكم هنا في هذه القناه العظيمه للنادي لهذا النادي الكبير. يعني بدايه خليني اتكلم عن الموسم الحالي لليستر سيتي، وانا كنت بقول في البدايه انه ليستر الحقيقه من بدايته وهو ولد كبيرا، يعني شفنا مع اول ظهور او مع رجوعه للبريمير ليج قدر يحقق لقب في مفاجاه في المسابقه الاقوى على سطح الكوكب، وعلى مدار سنوات قدر دايما ان هو يكون بينافس الكبار. السنه دي الموضوع مختلف والعروض والنتائج مهتزه الى حد كبير، من وجهه نظرك ايه اهم الاسباب اللي ادت لده؟ حسنا، في رأيي هذا تاريخ عظيم ليذكر في قناة الأهلي ويشاهده الجماهير، ولكن وجود ليستر سيتي الآن في المركز العاشر في الدوري الإنجليزي هو لا يليق بلاعبين رائعين ولا يليق بنادي كبير، أنا أعلم ذلك، ولكن أنا متأكد أن اللاعبين على قدرة وأن المدير الفني على قدرة من استعادة السمعة الجيدة لنادي ليستر في الدوري الإنجليزي. يمكن من الحاجات اللي بتتاخد على إدارة ليستر عدم قدرة الإدارة على الحفاظ على أهم نجوم الفريق، تتفق ولا تختلف؟ أتكلم على نجوم زي إنجولو كانتي، زي رياض محرز وغيرهم من النجوم طبعا. حسنا، قسم تطوير خاص بالمواهب في النادي يخرج لنا العديد من اللاعبين والمواهب التي تمد النادي بالعديد من المصاري سواء كانت مالية أو على مستوى اللعب، ولكن انتقال اللاعبين لأندية أكبر لا نستطيع أن نمنع ذلك، فبالتالي أندية كبيرة تطرق الباب وتقول أنها تريد هذا اللاعب، وهذا الأمر يعد حلم بالنسبة للاعب أن يكون نجما وأن يكون معروفا في كل أنحاء العالم. كتير من الجماهير بيحملوا براندن روجرز المدير الفني لليستر التراجع اللي حصل للفريق الموسم ده، هل بتتفق معاهم؟ وهل في نيه عند اداره ليستر سيتي بتغيير الاداره الفنيه او المدير الفني في الفتره اللي جايه؟ حسن، من رايي براندن روجرز واحد من افضل المدير الفنيين في انجلترا، هو لديه قدرة كبيرة على إدارة ليستر سيتي، أعتقد أن براندن روجرز مدير فني يحظى بدعم الجميع، وأظن أنه سيبقى في النادي.